حيوا اللي مسك سلاحه، حي كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا وما ترددوش. فتحية كبيرة لكل رجال الشرطة البواسل الذين ضحوا بحياتهم ودمائهم فداء للوطن، وتحية لكل من يحمل سلاحي ويسهر الليل من أجل مصر. فدمتم سندا وعونا لنا ورجالا لا تخاف الشدائد. وقال صلاح شاهين في رباعياته: أنا اللي بالأمر المحال اختوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوى، طلته ما طلتوش ايه يهمني، وليه ما دام بالنشوة قلبي ارتوى، ذهبنا إليه فوجدنا الأمل يسكن منزله، يحمد الله عز وجل على ما فيه من خير، راضي بقضاء الله وحكمته، يذكر الله في كل كلامه والابتسامة لا تفارق وجهه. اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من تفاصيل. النهارده حلقتنا مليانه شويه وفيها فقرات كتير. فقرتنا الاولى هتكون مع الشيخ محمد اللي اتولد كفيف وقرر انه يثبت للعالم كله ان مفيش حاجه ممكن تقف قدامه، وانه قادر على تغيير حياته، فكافح حتى كون اسره مليئه بالحب والكفاح والايمان. اما فقرتنا الثانيه هيكون ضيفنا فيها اسطوره من اساطير جراحه السمنه والمناظير في مصر، وهو الدكتور عمرو حامد، واللي هيكلمنا عن جراحات السمنه ودورها في تحويل حياتنا وبدايه حياه جديده. فقرتنا الثالثه هنعرض لحضراتكم جريمه قتل لنادر اللي راح غدر على ايد راجل واولاده، كان بيعاتبهم انهم بيبيعوا مخدرات قدام باب بيته. دلوقتي خلونا نروح نشوف تقريرنا الاول مع الشيخ محمد ونرجع لحضراتكم مره تانية. ابقوا معنا. نزلت بكاميرا التفاصيل في شبرا الخيمة، نزلت علشان خاطر الشيخ محمد. في الحقيقة دايما في تفاصيل بنحب ندور على حاجة تدينا أمل، تخلي جوانا إرادة، تصنع لجيل طالع بنسلمه راية إن مفيش حاجة مستحيلة. الشيخ محمد نموذج من النماذج اللي كلنا لما هنشوفها على الشاشة والسادة المشاهدين هينبهروا بيها قوي، لأنه في الحقيقة كفيف. طب انتوا جايين له ليه؟ في ناس كتير جدا ما بتشوفش. لا، احنا جايين للشيخ محمد لان مهنته اللي هو اختارها وهو كفيف ان هو صانع مفاتيح، هي دي مهنته. سالت قبل ما انزل هو الشيخ محمد كان قبل كده بيشوف؟ قال لك لا. قلت له طب بيشتغل ازاي؟ بيصلح مفاتيح. قال لك ده عمره ما شاف مفتاح في حياته. تعالوا نطلع نساله وندخل جواه وجوه حياته ونشوف بيته وولاده. بوعدكم بدقايق من أروع ما تكون، يلا بينا. الجمال ده يا شيخ محمد، ده جمالك أوي. قولي كده، أنت اتعلمت الصنعة دي إزاي؟ انا اتعلمتها كده بالاجتهاد، يعني كنت شغال في الشركه اللي هي بتصنع الحاجات ديت، وحبيت اتدخل فيها بقى لحد ما وصلت يعني لاجتهادي كله فيها في الشغلانه دي. قول لي، كونك انك راجل صنايعي مفاتيح وانت يعني الموضوع ده صعب على اللي بيشوف. اه طبعا. طب انت لمستها ازاي؟ انت اللي اخترتها ولا هي اللي اختارتك ولا ايه؟ اخترتها والله، انا اللي حبيتها وحبيت امشي وراها لحد ما وصلت اللي انا فيه دلوقتي. احكي لي كده، وانت اصغر من كده اول ما اتولدت، انت ربنا خلقك كده مولود كده؟ بعد سنه. بعد سنه. وبعدين كملت بقى، رضيت انت وانت ووالدتك ووالدك؟ اه كملنا، اه ودخلت المدارس وطلعت خريج صنايع، وبعد الصنايع اتعينت في شركه قطاع عام، وبعد كده بقى خصخصت، وبعد كده توجهت في الشغلانه اللي انا فيها دلوقتي. ممكن اسألك سؤال؟ ايه الحاجات اللي ممكن تكون صعبة عليك انت كإنسان عايش وسطينا مثلا مش شايفنا؟
دي بتشكل لك في حاجات صعبة، ده انت بتعمل مفاتيح. يعني الموضوع فارق معاك؟ لا لا مفيش حاجة صعبة الحمد لله، يعني اللي بتعود على حاجة خلاص بيمشي عليها كده. يعني انت الحمد لله. الحمد لله. يعني مفيش حاجة، انت راضي جدا. طبيعي طبيعي. كلمني عن يومك بقى. يومي هنا؟ يعني يومي بقوم من النوم مثلا، اجي على المحل هنا، هو يومي كله في المحل. وجيرانك؟ جيراني زي العسل. عارفهم؟ طبعا. ازاي يقول لي؟ 30 سنة معاهم هنا. يعني مثلا مين كل واحد معدي كده الصبح وانت الصبح كده توكلت على الله واسترزق الصبح يقول لك صباح الخير يا شيخ محمد، عارفه؟ طبعا. انا معروف هنا جدا يعني. شاطر في المفاتيح؟ الحمد لله. في حد بيساعدك؟ لا يعني انا شغال لوحدي، بس يعني ولادي لما اكون في مشاوير. انت علمتهم؟ علمتهم ولادي الحمد لله يعني. لا تعال بينا وريني كده انت بتعمل ايه. يلا بينا. بسأل الشيخ محمد بقول له في حاجة صعبة؟ قال لي لا فيش حاجة صعبة، طول ما انت راضي فيش حاجة صعبة. ده اللي بيديك بقى فكرة انك تكمل وتعافر وتصابر وتصمم. تفضل يا شيخ محمد. يمكن ده عالمه هو، ده المحل بتاعه. حاجات دقيقة جدا، يعني انا نفسي ما اعرفش اعمل او اطلع على مفتاح اهو، وناس كتير كل السادة مشاهدين. شوف المفاتيح، ممكن مثلا حجم المفتاح اللي فين. شوفوا ده عالم. اتفضل قول لي بقى كده، هديك مفتاح طلع لي عليه. موافقين؟ هات لي مفتاح. هديك مفتاح شقتي طلع لي عليه، وهروح وافتح بيه البيت. وهستبرك بيه يا شيخ محمد. ربنا يخليك والله، وانا تحت امرك. اهو ده مفتاحي، اتفضل. يا حبيبي ماشي، ده مفتاح كمبيوتر هنعمله على الكمبيوتر. ماشي. انت كمان بتستغل يعني اي مفتاح قديم جديد عادي يعني انت كله. لا انا بشتغل اي حاجه الحمد لله. عارف بيقولوا عليك بره ايه في الشارع وجيرانك؟ هو ما بيشوفش بس ايده بتشوف. ربنا يخليك. ناس بتحبك هنا فعلا. هو عمالي بيقرا الايه بايديه. ده كده مفتاح كمبيوتر. الجهاز ده اسمه ايه بقى؟ دي مكنة كمبيوتر، مكنة بتعمل مفتاح كمبيوتر. هو كده بيعمل السنان بتاعته. هو كده بقى هننضفه بس. وريني. نضفه. تعالى يا مؤسسة. كده تمام. كده تمام. شكرا. هادي المفتاح. اهو. المفتاح. الشيخ محمد العوي. هادي المفتاح. شكرا. هادي المفتاح. قول لي بس كده، كل دي مفاتيح. وانت بتعمل مفتاحي مديت ايدك جبت مفتاح. انت عارف منين اللي هو ده؟ انا اللي بورث الدكانه، انا اللي بورث الحاجات دي كلها، وانا اللي عارف ده فين وده فين. ده مفتاح بتاع كالون اهرام، فانا عارف مفتاح الاهرام فين. فهمت. طيب يعني انت كل حاجتك هنا انت عارف هنا حواليك ايه؟ كل المرصوص ده انا اللي رسمه، كل ده انا اللي. ولادك بيقولوا لك ايه يا شيخ محمد؟ لا ولادي مبسوطين بيا طبعا، بس طبعا ان هم بيتكلموش يعني، انما هم عارفين ان انا يعني الحمد لله.
طب قول لي لما بيجي يحكوا معاك ويتكلموا معاك انت هم كم سنه اصلا ولا لسه صغيرين؟ لا انا عندي ولد الحمد لله خريج كليه التربيه مدرس رياضيات ما شاء الله، وعندي بنتي ثانيه جامعه، وعندي ابني الكبير ده دبلوم صنايع بس سكرتير في شركه ادويه. ما شاء الله ربنا يخلي ويبارك. ربنا نصايحك لاولادك ايه كأب؟ نصايح الولاد يعني ربنا يوفقهم، واتمنى بس انا طالب من الله بس ومن وزير التربيه والتعليم ان هو بس ابني يلاقي مكان في التعليم يعني في الوزاره. يعني انت نفسك هو يشتغل في التربيه والتعليم في الحكومه؟ هو خريج بقى له سنتين يعني. ان شاء الله ربنا هيكرمه. ثم لي اب طيب زيك ربنا يكرم ليك ربنا يفرج فيك. يعني انت ما بتقعد معاهم كده بتقول لهم، ما بتقولهمش مثلا اصبروا إيه حاولوا تاني وتالت ارضوا؟ الحمد لله يعني ولادي يعني ماشيين كويس وامهم طيبين يعني ما كويسين يعني. عرفت وانا جايه كده يا شيخ محمد ان الست زوجتك انت غالي عندها قوي. ربنا يخليك يا رب. وقالت كمان ان انا اخترت الشيخ محمد من وسط ناس، يعني انا كان في ارادتي ان انا اختار اي حد. انا اخترت الراجل ده وصممت اعيش معاه بمحض ارادتي. وهو تقدم لي وانا وافقت على طول الحمد لله. انت قلتها ما تسالهاش وانت قاعد انت وهي كده بتشرب الشاي، انت وافقت عليا ليه؟ او ايش يا ست؟ ولا سالتها الحاجات دي طبعا وبتاع، وقالت لي بقى سبحان الله انا كان متقدم لي واحد وانت وانا اخترتك انت. طبعا هتقول ايه غير الحمد لله يعني. انت ما بتسالهاش وانت حتى بتضحك كده. ما تجيش مثلا تيجي تقعد ساعات الواحده فينا لما بتتنرفز ولا هتقول يا رب انا اللي جبته لنفسي، ما بتردش عليها. بعد الجواز بقى الواحد كل حاجه بيقول كان يوم اسود وكان والحاجات دي. لا صح فعلا. وبتيجي انت تقول انت اللي اخترتي. انت اللي اخترتي، كان يا ريتك ما كنت قلت كمان تقول انت يا ريتك ما قلتي عايزه اقول لكم على حاجه. دايما لما تشوفوا نماذج حوالينا اعرفوا كويس جدا ان في كل واحد من دول حاجه ناخدها احنا منهم. ربنا بعتهم لنا رساله علشان انا اجي النهارده واقول لكل واحد شايفني مفيش حاجه مستحيله. هي دنيته دايره وحياته دايره، ودي صنعته ودي دنيته، وده اللي صرف بيه على بيته واولاده، وهو راضي ربنا جدا وحمد ربنا. المحل اللي انا فيه يمكن انا معرفش فيه اي حاجه تماما. في حد جاي لك عايز مفتاح؟ تطلع كلمه. تعال اطلع كلمه. عايز اعمل مفتاح ده. انت زبونه الشيخ محمد؟ شاطر في المفاتيح. اعمل لي مفتاحي. شاطر في المفاتيح؟ شاطر. حديتك من هنا جارته. اعمل لها مفتاح. كده كنت بتقولوا له النهارده الزمالك هيكسب النهارده؟ هو خلاص، ما هو صعب، هو فعلا صعب. هو خلاص صعب، احنا اللي فرصنا قليله والاهلي ربنا معاه. ليه بقى فرصنا قليله ليه؟ صعبه لان المدرب بتاع الاهلي محلي بس. هو ما اعرفش يخليني اكسب بره. لا لا ولا بره ولا جوه في افريقيا. لا لا ان شاء الله الاهلي ولا بره ولا جوه في افريقيا. لا هيكسب. هي بس ما عندهاش. لا افريقيا ما عندهاش درايه بالاهلي كويس. ايوه. مش انت زملكاوي؟ ايوه بس الاهلي. لا لا سياده المستشار يزعل. لا لا خليك بالزمالك بتاعك. لا 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 بنقول الاهلي ربنا يوفقه يعني. اشكرك. بندعي ربنا. قولي لي بس كده من كام سنه كده فاتوا هرجع بيكي كده شويه حلوين. عارفه انت صغيره طبعا في الستات بتكبر. لا 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 من 24 سنه متجوزه. 24 سنه. قولي لي بقى كده جالك يتقدم لك عريس؟ ايوه يعني كان زميل والدي اللي هو جارنا كان زميله هو في الشغل. ف
من معرفتنا من بعض يعني الجيران، وهو كان بيروح عنده لأنه زميله. بقيت أسمع عن شخص كفيف بيعرف الساعة، بيعرف التليفون. شكرا. إيه ده؟ طبعا الانتباه بقى كده من معلومات من بعيد يعني. إيه يقول لي ده بيعرف الساعة إيه؟ ده بيعرف. سبحان الله، ما وردش عليا ما ولا عمري عملت مفتاح ولا يعرف ولا يعرفني نهائي. بس أصبح إن شوية وقالوا متقدم لك. كان قبلي بأسبوع كان في شخص تاني عادي ما كمل لسيدنا محمد يعني. مش ناقصه حاجة، بس ما كنتش قبلاه، مش قبلاه، مش بلعاه. ده جه سبحان الله زي ما تكون ده الدم وانا بسلم عليه دمنا بيجري في ايدينا. هو ده يعني، هو ده. وحسن نصيب حد من اهلك قالك طب ببلاش هتتعبي معاه؟ لا، ده كل اهلي كله، البعيد والقريب. ليه؟ عشان ايه؟ حد غصبك؟ طب حد مأثرك؟ يا جماعه والله حباه، والله هو ده انا عايزاه. اكتر حاجه حلوه في الشيخ محمد يعني طيب، حقانيته حقاني جدا. يعني مهما خد الحاجه رجع لك زي ما وعدك. دي احسن حته فيه. ولاده بقى بيتعاملوا لما معايا ولد وبنت منه. معايا محمود خريج تربية قسم رياضيات، بيلقبوه بالخوارزمي. ما شاء الله ما شاء الله، ده زمايله. ومعايا إيمان الشهر الجاي تتم 20 سنة في تانية كلية تجارة. باين قوي وحسيكوا كده زوجين سعداء ما شاء الله. الله اكبر. لا الحمد لله. اكتر حاجه بدعي لك بيها ايه؟ ربنا يهديك. طيب يا كل الرجاله بتدعي الدعوه دي. وانت اكتر حاجه وهو عارف ووثق فيك قوي ان انت بتدعيها له؟ صراحه ربنا اقول له برضك يعني ربنا يسلمك السلامه كده، ما بنقولش الا كده. اكتر اكله بيحبها؟ القلقاس. بيحب القلقاس والبطاطس بتنجان. هو يطلبهم منك وانا زي الشغل؟ لا، هو من غير ما يطلبهم، ما انا عارفاهم خلاص 24 سنه. قلبه دايما بيحس بالحاجه يعني، هو ما شاء الله. لا، صلاه النبي عليه طبيعي جدا 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 جدا، لدرجة ان انا لما بتعامل معاه ما بتعاملش معاه على مؤاخذة انه خفيف. يصحى من الصبح ممكن يفطر؟ نفطر مع بعضنا، اقوم احضر الفطار ونفطر ونقعد نفطر، يفطر لوحده يعني على مؤاخذة عادي، زي ما انا بمد ايدي ان اكل هو بيمد ايده وبياكل. ويطلع لبسه الشياكة دي ولا لبس الشمس؟ لا حضرتك، لا التنسيق واللبس والكلام ده ده انا. انت اللي مختاره له طقم. الستات عامه كلها في اي راجل، حتى لما اغزل او العادي، حتى اللي واقفين دول حضرتك لو سالتهم صح مش هيعرفوا. لا حضرتك كله ممكن انا اطلع له الحاجه او يستناكي تقولي يلا قومي يا امو. انت ابنك اسمه ايه؟ ام محمود. قومي يا ام محمود انا عايزه انزل. تقومي تطلعي طقم. لا انا اللي صحي، مش هو اللي بيقوم. بتصحي عشان ينزل. ممكن يقول لك انا لابس ده امبارح؟ لا، هو ممكن يقول لي مش عايز ده؟ لا، في مكوى اقول له، اقوم قايمه جايبه له لبس المكوى. يسال على لبس المكوى؟ يحب يبقى شكله حلو. لا جدا، ومرتب ويحب نظام كل حاجته. لو كنت حاططها في ايديه ما يحبكيش انت تنقليها من مكانها، عشان هو يجي يلاقيها في مكان اللي هو حاطط فيه. شيخ محمد، كل واحد فينا بيفضل وتظل عنده حاجات نفسه فيها، أميني نفسه يحققها، حاجة نفسه يعني يعملها. قول لي أنت من أكتر حاجات نفسك تعملها إيه؟ أنا نفسي
يكون عندي شقة بتاعت المساكن، لأن أنا على عمري اللي أنا فيه ده أنا عندي 58 سنة ما تحصلتش على أي شقة تبع المساكن ولا تبع المعوقين ولا تبع أي حاجة خالص. والله الأمر لو بإيدي أديك الشقة دي 10 شقق. وبناشد بقى وزير التربية والتعليم بإنه يعني ألاقي لابني مكان بس في أي مدرسة. في أي مدرسة عايز يشتغل؟ متخرج بقاله سنتين، نفسي ابني يشتغل. معتقدة ومتصورة أولاد الشيخ محمد أكيد عندهم كنز من الرضا والقناعة. اللهم لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله، نفسنا الحمد لله، اللهم لك الحمد، بنحمد ربنا على أي حاجة. بس بتمنى ان ولادي يكونوا احسن مني انا. ان شاء الله يا حبيبتي واحسن. السعاده دي حاجه قرار. كل ما بشوف ناس عندها رضا وناس حمد ربها رب ولادهم بينهم حب، وده هتشوفوا معايا على الشاشه ربنا يبارك لهم فيه، ده المهم، الحاجة اللي المفروض نخلي ولادنا يختاروا بيها. بلاش مظاهر، بلاش خدع كدابة، خلينا في الحاجات الأكيد اللي هي من جوانا بترضينا، إنك تحس إنك راضي وعندك مصابرة وإرادة وتختار صح. من أروع ما يكون وراجل في منتهى الطيبة بقول لولاده افخروا بأبوكوا جدا جدا، أبوكوا راجل قوي وعظيم ورباكوا بالحلال وتعب عليكوا وشقة جدا هو وست زوجته. كان في حاجات كتير بنبقى حرصين جدا في تفاصيل ان هي تبقى معانا، يمكن الشكل اللي طلع على الشاشة معانا اللي في منتهى الروعة ده مش أول مرة بنحاول نجيبه دايما، لأن أصحاب الهمم بيدونا رسالة وعظة، الإصرار، المصابرة، إنك تحاول مرة واتنين وتلاتة، إنك تكون إنسان من جواك مصمم إنك يبقى لك مكان في الدنيا دي تخدم بيه نفسك وتنفع بغيرك، ده المهم. ما تيأس أبدا، ما ينفعش، هو ربنا خلقهم عشان يبقوا دي رسالتهم لينا إحنا. هقول لكم بقى على حاجة كمان كانت واضحة جدا في الأسرة دي. بكلم الأجيال اللي طالعة، يمكن إحنا كنا ملازمين لأهالينا شوية، لو شباب رايحين جايين مع والدهم أو والدتهم، وبنات مع والدتهم بينزلوا بيقعدوا يروحوا ويجي سوا. لكن الجيل اللي بعدنا بقى اللي تقريبا بيختار من خلال الميديا والصفحات الإنترنت بالجمل اللي بتطلع قدامه، احنا شربنا شوية مبادئ وأصالة. الجيل الجديد احنا اللي بنقوله لما تيجي تختار وتقرر تشارك في حياتك، خد اللي تقف في ظهرك، خد اللي تحس انك قوي بيها، خد اللي تستحمل صعوبة الدنيا. الحياة مش سهلة على الفقير والغني، مش سهلة
هي كده، ربنا خلقنا فيها كده، الرضا اللي بيسهلها لنا. لما تيجي تختاري ما تبصيش لحاجات تبان قشرة وبتلمع، لا، في حاجات حقيقية هي دي اللي تدوري عليها، الأصل، الحنية، الدين. لما يبقى إنسان مصمم يأكلك بما يرضي الله ويصرف عليك بحلال ربنا، مش بحاجات تانية أنا مش عايزة أذكرها، لا، سيبكم الحاجات اللي بتلمع دي، فلسه ساعات بيلمع. تعالوا بقى نكلم الناس اللي بتشوفنا وبترسلنا على صفحتنا على الفيسبوك. بشكركم جدا وبشكر تفاعلكم معانا، وعارفة ومتأكدة ان احنا لازم نبقى قد المسؤولية ويكون عندنا مصداقية من خلال الشاشة الكريمة والمحترمة اللي احنا فيها. بخاطب السيد اللواء عبد الحميد الهجان من انشط المحافظين، السيد محافظ القليوبية. في الحقيقة من وقت ما كان محافظ انا معروف جدا انه محافظ نشيط جدا وبيبقى حريص على خدمة المواطنين، ارجوك الشيخ محمد محتاج شقة، واعتقد ان لي حق، فاتمنى ان حضرتك تستجيب لندائه وننزل نصورها معه وهو بيستلمها. بكده اكون نهيت فقرة الشيخ محمد. تعالوا ننتقل للفقرة التانية. معاكي ايه بقى يا نهال؟ معايا فقرة بتقول للناس اللي عندهم زيادة في الوزن جدا، اللي ما بيعرفوش يخسوا، الناس اللي عندهم سمنة مفرطة، ما تشيلوش هم. النهاردة معايا بروفيسير في السمنة المفرطة، الدكتور عمرو حامد، هنطلع نستقبله ونرجع لحضراتكم مرة تانية، ابقوا معنا. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وتضم الدفعات عددا من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة. وقدمت مجموعات من طلبة الكليات العسكرية عرضا رياضيا استعرضوا فيه كفاءتهم البدنية، أعقبها قيام مجموعة أخرى من الطلبة برسم لوحة فنية لاسم مصر وتشكيل رقم الدفعة 116 حربية بأجسادهم. ونفذت مجموعة أخرى من الطلبة نشاطا تدريبيا تضمن بيانا للإشارات الميدانية وبيانا لاجتياز الموانع المشتعلة تحت مختلف الظروف. وقامت مجموعات من الطلبة باستعراض مهاراتهم في فك وتركيب الأسلحة ليعكسوا لنا المستوى المتميز الذي وصلوا إليه. فضلا عن تنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية. كما نفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضا لمهارات التعليم الأولي أظهر مدى ما اكتسبه الطلبة من الانضباط خلال فترة الإعداد العسكري. واختتم الاحتفال بالعرض العسكري للطلبة، تقدم العرض قائد طابور العرض وحملة الأعلام ليظهر لنا مدى ما وصل إليه الطلبة من انضباط عسكري عال وتوحيد في الأداء. وقام الفريق أول محمد زكي بتكريم المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية تقديرا لتميزهم خلال فترة الإعداد العسكري بالكلية الحربية. وألقى اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن اختيار الطلبة تم بكل نزاهة وشفافية وفق معايير دقيقة
لتحقيق التنافس الشريف بين أبناء الوطن، مشيرا إلى الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للكليات العسكرية من أجل مواكبة التطور في نظم التعليم. وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول محمد زكي رسالة تقدير واعتزاز من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأسر الطلبة على الجهد الذي بذلوه في تنشئة هذا الجيل من أبناء الوطن على القيم والمبادئ الأصيلة لشعب مصر العظيم. وأشار القائد العام إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكري المتطور لإعداد وتأهيل أجيال قادرة على الابتكار والتطوير. حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ومدير الكليات العسكرية السابقون وعدد من طلبة الجامعات وأسر الطلبة المستجدين. أهلا وسهلا بكم مرة تانية في تفاصيل. قبل ما نروح القطامية وحادثة موت وقتل نادر الله يرحمه، هكلمكم في حاجة كده ظهرت الأيام اللي فاتت دي. الوضع ده بقاله شهر بالظبط منتشر، فجأة تلفونك بيرن، يجي لك مكالمة، المكالمة بتقولك معاك فلان الفلاني، إما من شركة اتصالات ما اللي هم التلات أربع شركات اللي عندنا أو من بنك الفلاني، بيقولك اتفضل اتوجه لأقرب فوري اسحب الفلوس اللي نزلت لك، نزل لك نقاط مكان المكالمات بتبقى 3000 4000 5000 و و و. انت طبعا بتاخد الثقه وتنزل تروح فوري تقول له من فضلك انا جاي لي فلوس دلوقتي عايز استلمها. يوم هو مكلم الراجل اللي فوري يقول له اديني رقم ما بين كود كده. طيب بين كود ده بتاع ايه؟ في ناس بتديهوله يقوم يسحب الفلوس اللي في المكنه، والناس بقى تمسك في خناق بعض اللي واقف وصاحب المحل. لو اللي واقف ده مش مهندس اي تي ناصح او مش واحد فاهم، للمكنة دي كود بيخرج الفلوس وكود بيدخل الفلوس، فيقدر يحدد ويفرق بين الكود ده او ده. او يتصل بيك بنك يقولك انا البنك الفلاني وما اكثرها البنوك، نزل لك مكافأة فلوس 5000 10000 و و و، اتفضل اتجه بالفيزا بتاعتك لاقرب مكنة. مجرد ما تدخل تتهكر. ده نصب، ده نصب. جالنا رسائل كتير جدا على صفحتنا اللي هتشوفوها معايا على الشاشه دلوقتي. جاهزه يا اساتذه؟ الناس دي بتستغيث بتقول ارجوكم انقذونا من المكالمات دي. ادي المنظر موجود. بنخاطب كل الجهات المختصه بالامر ان هي تتخذ القرار على الفور. وصل الامر لتهكير اجهزه الفوري والفيزا كارد. حق الرد مكفول للجميع علشان محتاجين نعرف ده سببه ايه ومين دول. وده بيبقى من نوع التوعية، لان لوسائل التكنولوجيا كثير والكثير، منها من ينفعنا ومنها ما يضرنا. تعالوا نطلع نشوف جريمة قتل نادر اللي راح ضحية شهامته، وراح ضحية في الحقيقة انا بعتبرها انه القتلة اللي قتلوه ملهمش أب رب كويس. تعالوا نطلع نشوف ده ونرجع بيكم مرة تانية. أبكم معنا. مؤدب جدا، عمره ما غلط فيه ولا عمره سعني ابدا ابدا. نزلت بكاميرا تفاصيل في القطامية، نزلت علشان خاطر جريمة قتل لشاب عنده 20 سنة. في الحقيقة الشاب ده مات قدام باب بيته. إن اللي حصل كالآتي، إن بيشد مع ناس يعرفهم أو ما يعرفهمش، المهم بيقول لهم ما ينفعش يعني تقفوا تبيعوا مخدرات جنبي هنا. طلعت البيت، نزلت البيت،
بالمناسبة الشاب اللي مادة طالب جامعي. بالفعل بعد كده حصل ايه؟ بعد ما شدوا مع بعض ما وقفش الامر لهنا، طلعوا وجابوا ناس وجمعوا بعض وراحوا قتلينه. نادر لما مات كان الموضوع دوت يعني مأزم اهله جدا، ان ممكن حق ابنهم يروح حضر. احنا بنثق جدا في العدالة المصرية. قلبي عندك والباقي في حياتك. ليك يا رب. انت والدته مش كده؟ ايوه. ايه حصل؟ حصل ان هو نزل كالعادة بعدي في الشارع راح يسلم العيشة. بعدين شوية وسمعت زعيق، فانا ببص من الشباك على اساس شوف الخناقة مع مين. قالوا لي ده اخو الصغير. قال لي لا يما مش معانا. كانت والدته واخواته اللي هما الجاني ده بتشتم وبيزعقوا وكده. انا بقى في الساتيت مش موضح الكلام. بعدها بشوية جابني الصغير فبقول له الخناقة دي كانت مع مين؟ قال لي مفيش، خلصت يا امي. مع مين؟ قال لي ده نادر كان بيمشي العيال عمالين بيبيعوا تحت وبيشربوا مش عارف ايه. فنادر كان بيمشيهم يعني. مشيهم قدام البوابة. قدام البيت. قلت له طب حصل حاجة يعني تاني؟ قال لي لا نادر خلاص صحابه خدوه وراحوا اتفرجوا على الماتش. طيب. فبعدها ب10 دقايق كده لقيت ابني معدي. انا حاسه في حاجه بس من الشباك لقيته معدي. بقول له يا نادر. قال لي يا امي. قلت له انت بتتخانق؟ قال لي لا مش بتخانق، ده انا رحت اتفرجت على الماتش بس اجيب حاجه من بره 5 دقايق وطلع لك. اخر 5 دقايق ما طلعش. لقيت اخويا انت عليا. يا امي انت هنا بسرعه. بس في ايه؟ قال لي ده جه هو وابوه واخوه الثلاثه مسكوه. ابوه مسكوه من دماغه والتاني مسكوا من جنابه والتالت اما جهزوا في جنابه في وركو. يعني اتلموا عليه تلاتة. الولد اللي اتخانق معاه وابوه واخوه. الاول كان امه وامه الام والاثنين ولاد اللي هم دولت جم اتخانقوا معاه وشتموه. بعد ما نادر قال لهم امشوا من هنا. فما زمايله خدوه ومشوا. زمايله كانت خدته ومشت. وخلص الموضوع على كده. وهي الام خدت ولادها ومشت. بعدها بشويه معرفش مين اتصل بنادر او هو الله اعلم رايح لوحده راجع من الشارع راجع معدي من قدامي رايح المكان اللي كانت فيه الخناقه الاولانيه برضه. فبقول له انت بتتخانق؟ قال لي لا يا امي 5 دقايق وطالع لك خش من الساعه. خرج ال5 دقايق ولقيته اخوه ما كملش 5 دقايق. قال لي ده هم كانوا واقفين مستنيينه الولدين راحوا جابوا ابوهم وجابوا سلاح سكينتين كبار ورجعوا تاني. حوره في رجله. طب التعويره كبيره يا مصطفى؟ قال لي لا يا امي. في ساعتها خدت وصله يعني واروح للمستشفى. قبل ما رحت كنت لقيته خلص. كملش الموضوع كله 10 دقايق. يعني الموضوع ده كله ما كملش 10 دقايق. وخلص الموضوع لك. ابوه مسكه من دماغه ابني مسك ابني قوي جدا كان قادر يضربهم هما الثلاثه. بس واحد مسكه من دماغه والتاني مسكه من جنبه والتالته محط له البتاع في رجله. الثلاثه مع بعض. عليه. هو اصلا ابني صغير يعني ليه؟ عمال لهم ايه؟ عشان بيقولوا ما تشربوش حاجه هنا او ما تجيبوش حاجه ما تبيعوش حاجه هنا. بعدين الام المفروض كانت المفروض دول جيرانكو؟ نعم. الناس اللي موتوا نادر جيرانكو؟ لا مش جيراننا، هما في السوق فاتحين قهوه وفاتحين محل ادوات منزليه وكده. بس هو مش ساكنين هنا. انت جاي بتشرب هنا ليه ولا بتبيع هنا ليه؟ قال نادر بيقول له امشي عشان الشارع هنا اتشبه. وبعدين الحكومه كل شويه تيجي تفتش الناس والشارع اتشبه والناس كلها بتقول الشارع ده بتاع مخدرات. امشي من هنا روح اقعد في مكان كوبيع ولا اشرب. قال له يعني هو انت البطل بقى ومش البطل؟ قامت الحكايه الاولانيه اللي امه جت فيها واخوه الصغير. وبعدين خدتهم ومشوا. تاني مره قامت رجعوا جايبين ابوهم بقى وجايبين السلاح. كان ابني خارج على اساس ما اعرفش حد اتصل بيه. الله اعلم خارج بالصدفه. وحصل اللي حصل. أنا مرة شفتي أنت. نادر كان من الناس اللي بيتخانق صوته عالي. خالص. كان مؤدب أوي، صلى جدا لأدانية. أقول له حبيبي إحنا في الساتة يابا، صلي هنا. يقول لي لا يابا أنا أنزل أصلي تحت. عندك إخوات غير عندك ولاد غيره؟ معايا 4 غيره. مين إخوات نادر؟ مش موعد تعالى تعالى بالنوم. مصطفى ايه اللي حصل؟
بالظبط ما قلتلوش بلاش نتخانق معاهم، بلاش نكلمهم اصلا عشان كده نزلت في الاخر. قلت في اخر حاجه في الزعيق الاول، بعد كده جاي اطلع تاني سمعت زعيق تاني مشفتوش ورا الشيخ. سمعت زعيق تاني عباد ما رحتله رمالي الجاكيت وجري. رمالك الجاكيت ليه؟ عشان هم التلاته رايحين عليه. طب ما خفتش على اخوك وقلت له بلاش تروح؟ جري جري وجري عشان يفهم هم التلاته جري. فبيجري على اساس ينجس نفسه، حتى ما كانش في حد في الشارع كله كان بيتفرج على الماتش. هو بيرمي لاخوه الجاكيت على اساس يجري من قدامه. ما رحموهوش برضه؟ ما رحموهوش، يعني هو بيهرب منهم وهم ما رحموهوش. ابو نفسه قال له غزه وانا هخرجك قدام الناس. اللي يجي قدامك وقعه وانا هخرجك. انت سمعت الكلمه دي؟ انا سمعت الكلمه دي. انا كنت قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له اللي يجي قدامك، اللي يجي قدامك وقعه مالكش دعوه انا هخرجك. انا عايزه اقول لك حاجه يا مصطفى، دايما الولاد بيبقوا قريبين من بعض، الاخوات اللي سنهم قريب من بعض. اخوك كان يعرف الناس دي او بيحتك بيهم او بيروح ويجي عليهم اصحابه يعني؟ لا دول كانوا بيجوا الشارع، ما كانش ليه احتكاك بيهم. ايه سبب الخناقه اصلا؟ عشان دول قاعدين تحت بيت واحد هنا، اللي هو تحت بيتنا يعتبر، بس احنا ساكنين في الاول نسكن، ما علينا، عمالين نشربوا حاجات وبيبيعوا حاجات. اما هو ليا صاحبة الدور الاول دي عندها بنات، خرجت قلت لهم يا جماعه شوفوا اللي تحت البلكونه دول عمالين يشربوا حاجات وبيبيعوا، رايح داخل لنا وعمالين يقولوا الفاظ وحشه، البنات بتخرج ما ينفعش. ملفلهم هو قال لهم كده ما ينفعش تقعدوا هنا وكده. قال لهم انت البطل مش انت البطل. هي ام البنات دي بتستنجد بيكو، فبيقول لهم ما يصحش هنا يوم حد بيوصل الامر وما يقتلوه يعني. هو كذا مره يقول انا والله ما اقتلك هنا. كذا مره ليه بقى؟ معرفش. في رمضان انا كنت سمعت برضو دوشه وصيمت، نزلت جري لقيته هو واخوه الاكبر منه، عمر ده واللي اكبر منه، مش الاصغر منه الاكبر، بس هو في الجيش عليا. لقيتهم الاثنين ناس ماسكينهم وبرضه بيتخانقوا معايا، بس ما عرفتش انت ليه بقى؟ ما عرفتش. سالتهوش؟ ما بيتكلمش، هو طبيعته صامت ما بيتكلمش. حبيبي انت بتتخانق معاهم ليه؟ قال لي يا ام انا صايم ومش هفطر، بعد ما افطر بحكي لك. ما حكاليش على احسن وضع لحد دلوقتي، ده من رمضان. جت بقى المشكله دي من غير اي سبب. لكن عمر ده كان شايفني في الشارع من اسبوع وسلم عليا. امي عامله ايه؟ ولا قتل نادر كام سنه؟ 19 سنه. نادر كام سنه؟ 20 سنه. من دور بعض يعني. اكتر حاجه كانت مميزه في ابنك عن نادر الله يرحمه عن اولادك التانيين ايه؟ على فكره شكله هادي جدا. جدا مؤدب جدا. عمره ما غلط فيه ولا عمره صعبني ابدا ابدا. كنت اضربه بالشبشب يقول لي انت شايفه يا امي؟ اشتمه يبص لي كده ويضحك، يعني من نفسه طبعه كان حنين مؤدب طول عمره هو كده، ومن نفسه هو طول عمره كده مؤدب جدا. عمره ما غلط فيه ولا عمره صعبني ابدا ابدا. يوسف انت 20 سنة؟ لا انا 18 سنة. 18 سنة؟ تمام. ايه اللي حصل ده؟ عارف احنا كنا واقفين هما بيشربوا وكده، واحنا في بنات هنا في الشارع واحنا كلنا يعني مع بعض واقف كده، فهو بيقول له امشي من هنا ومش من هنا. قال له هو انت البطل، انا واقف في حتة تعجبني ومش تعجبني. قال له طب ايه؟ طب امشي، انا ادري عليك بس انا هعفي وكده. هو كان لسه خارج من صلاة العشاء ومنتظم على طول، وكان ضد اي حاجة غلط. قال له امشي من هنا وكده. قام له لا مش همشي، واقف واعمل واموتك لو اتكلمت مش عارف ايه. راح جاب اخوه الصغير وقام جاي، الاثنين قفشوا في سلكناهم ومشيناهم. امه جت فضلت برضه تشتمه كده، مشيناهم هما الثلاثه. بعديها مشينا النادي، راح القهوه اتفرج على الماتش وكده. هو قام جاي قاعد في الشارع عندنا. طب هو قاعد معاكوا على القهوه؟ ما قالكش انا قلقان منهم؟ لا لا هو بصي يعني عشان نقرب من ربنا قوي، فهو ما بيخافش من حد.
تمام وما يرتاحش غير لما بياخد حقه. تخيل صاحبك يموت؟ لا انا عرفت انه مات بقى. ما حدش كان مصدق. احنا كان ممكن ان احنا نموت وراه بس غصب عننا وكنا مش بدنا نعمل حاجه. ما قلتلوش بلاش ما رحتوش معايا وما خفتوش عليه تطلعوا سوا تجمدوا في بعض ودخلنا عشان نحوش بس حضرتك زي كانه كان واخد حاجه كان اي حد بيقرب كان بيهوشه اللي هو بيرجعنا واحنا برضو يعني حضرتك حاجه من عند ربنا كانت بتوقفنا مش قادرين نخش الحوش. هما ثلاثه كان ابوه ماسكه ومديله بالشومه وماسكه ايه من دماغه ومديله بالدماغ وطبعا هما ثلاثه والتاني كانت بيكتفه كان بيسلك نفسه كان عمر كان جايب له رجله. دايما الشباب لما تقعد مع بعض كده بيقول لك انا نفسي اعمل بحلم بكذا عايزه اعمل كذا. كانت هي من اكتر حاجات اللي نفسه فيها ايه؟ هو كان كل جمد اللي هو يرضي مامته وما ما خلاش محتاجه حاجه وكان يساعد الناس الغلابه كتير بس ويرضي ربنا ان هو يصلي وما كانش بيعمل اي حاجه وحشه. ده اللي انا بقوله بقى. ساعات الموضوع بيبقى في الأب الحكمة. يعني لو الأب أبو القاتل كان قال له اهمد اسكت ما ينفعش حسب تضربه يقع يموت تروح في داهية لكن ده ما حصلش. بنعزي اهلي نادر ونقول لكم قلبي عندكم. كل الساده المشاهدين بيعزوكوا في ابنكم. فيش اصعب من ان بيت ينقص واحد بالغدر. بكده للاسف بكون وصلت لنهايه حلقتي واثقه وعارفه ان كل جرائم القتل اللي فاتت بتبقى طبعا ما فيش كلمه بعد كلمه العداله على الارض وكلمه القضاء. ويوم العرض كلنا بنتعرض وكل واحد اتظلم بياخد حقه. لكن احنا بنثق في القضاء المصري جدا والعداله المصريه. الشرطه قبضت على الولاد دول في ظرف مفيش يومين. كانت بلغت الاهل ان هم جابوا الجناه. الاب حكمه بالذات ابو الرجاله ده بيبقى بقى ليه مهمه كبيره قوي في المجتمع. بكده بكون وصلت نهايه حلقتي. انتظروني يوم الحد الجاي معرفش هجيب ايه لكن الاكيد هجيب حاجه شبهنا مننا ومنكم. كانت معكم نهال طايل في امان الله.